نعم. ووافق العشرين من نيسان، وقبله حين أبيه حانا. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما. لو تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما ثم بعد هذا ماتت الأم على ما سيأتي، ومات الجد الذي كان في كفالته، ثم مات العم، ثم مات زوج الحنون، ثم أوذي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة، أوذي من أهل الطائف، ذهب إلى المدينة، هاجر، خرج من بلده، اختبأ في الغار، ثم ظهر النفاق، اليهود وضعوا له السم، حاصروه في مكة في الشعب، أمور حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. تطير؟ لا. تشاءم؟ لا. رجع عن العقيدة، عن التوحيد، عن الدعوة إلى الله؟ لا. إذن لابد أن تعلم أن الابتلاء لابد فيه من تعلق بالله، رضا بالقضاء والقدر. فإذا رأيت مبتلى هذا لا يدل على عدم إيمانه، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ابتلى، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات النبي عليه الصلاة والسلام. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال ورفعنا لك ذكرك. إذن الابتلاء لا يعني عدم محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، لكن لا يعني أن تتمنى البلاء، لا، تقول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، واليتيم من مات أبوه لم يبلغ، ولد يتيما عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان في كفالة جدي. نعم.